لقينا انفجار مرة واحدة كده يعني، وكانت الدنيا مهادية مفيش حاجة، والعربيات ماشية والناس اشتغل لسه مرة ما كانش فيها حاجة خالص. مرة واحدة انفجار حصل، مرة واحدة الناس اتلمت على طول، والظابط كان البطرون بتاعه مقطوع من تحت والصول واقع في الأرض والناس عمالة تصوت. فأنا أعمل له لا إله إلا الله اللي حصل دوت، ده حرام. حزب الله نعم الوكيل، حزب الله نعم الوكيل فيهم، حزب الله نعم الوكيل فيهم في اللي بيحصل في البلد ده. خربوا البلد الله يخرب بيوتهم. يعني الصول اول ما نزل نزلت انت لقيته ميت؟ اول انفجار كان الصول وقع على طول. في عامل نظافه فندم اول انفجار الصول وقع على طول، هو كان لسه 8 وربع، 8 وربع الصباح، والبريد بتاعه متعلق على الشجره، الحاجه بتاعته متعلقه على الشجره. ده عسكري، 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 ده مش عارفين نشيل دوت ولا نشيل دوت. الصبا جنب رجله، الصبا جنب والمواطن، ده الصبا ما كانش فيه حد خالص. هم عيني في مواطنين اتصابوا؟ لا ما حدش شبه الماتش لسه. شايف الدنيا كانت هاديه خالص، يعني الدنيا فاضيه خالص. هاديه خالص. هي كانت العربيه زي السلمين وجايين جايين من هنا وماشيين قدام، احنا وقفنا في الاشاره يعني في تغيير الورديه بتاعتهم. الصبح الساعة 8 ده بنا وعاشر. هو مش ورديه فندم، انا اعتقد ان هو فندم جاي لسه بيستلم الشروط دي لسه. ورديه ده هو الانفجار حصل 8 وربع بالظبط. 8 وربع بالظبط، يعني هي 8 وربع بالظبط.